جاءت مناسبة العيد وذهبت والحجة حميدة على هذه الحالة، غارقة بالدموع على فراق ولدها الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية للضغط عليها وإجبارها على مغادرة هذا المرفق الحكومي الذي اتخذته مسكنا لأسرتها. يا تركي خرجي ابني، على شو حبسته؟ علشان هذا البيت؟ أنا إنسانة تعبانة، عجوز، وين قبل وين خرج؟ إنسانة كبيرة في السن، فقدت بيتها، فقدت زوجها، فقدت ابنها جريح في المقاومة. قرار من محافظ المحافظة بنقل الأسرة التي ظلت أكثر من نصف عام تشارك في مقاومة ميليشيات الحوثي عبر مد المقاومة الجنوبية بالغذاء كما يقولون، لتكون مكافأتها تدمير منزلها من قبل الميليشيات، ولم تجد الأسرة حينها مأوى سوى هذا. وهو الآخر ضق بهم بعد قرار ترحيلهم منه. جابنا لهنا، الحرب الظالمة، تهدمت بيوتنا بسبب اننا كنا ننجح للمقاومة، ومننا 6 نسوان كانت تدور لها الحواته، فعلوا البيتنا فجروه حافة بكلها، وروحوا سألوا من 6 النسوان اللي كانت تنجح المقاومة بلحق. جزء من مكتب صندوق الرعية حولته بعض الأسر إلى سكن لها، كما هو حال أسرة الترنية، ومع ذلك تظل هناك غرف تكتظ بمستلزمات العمل الخاصة بالصندوق، ظلت هذه الأسر محافظة عليها كما تقول، في حين تسكن في الطابق الأعلى من الصندوق أسر أخرى، والجميع يطالبون السلطات المحلية بتوفير مسكن بديل ليتسنى لهم مغادرة المبنى الحكومي. ليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها محافظ ولح توجيهات بإخراج السكان من مرفق حكومي، فقد سبقت توجيهات لأسرة أخرى تضررت منازلها من الحرب، لكن المواطنين يقولون إن هذه التوجيهات لا تستهدف سوى الأسر الضعيفة أو ممن لا يمتلكون من يساندهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة الحج.